مين الضيف المصري اللي بتتمنى تستضيفه؟ هو مصري وعالمي في نفس ذات الوقت يعني. محمد صلاح. محمد صلاح. محمد صلاح. ولو اجنبي؟ ميسي طبعا. ميسي. هل في يوم من الايام ممكن نشوف ابراهيم فايق من غير نظاره؟ عادي اهي. حققت لك امنيتك. شفت الحركه دي سهله ازاي؟ اي خدمه. ايه سر خناقاتك مع احمد عز برشلونه وريال مدريد؟ زيزو ده جميل. لا مش خناقات يعني، مشاكسات حلوه يعني. لا زيزو ده جميل. عز في ميزه كمشجع يعني، هو كمحلل طبعا محلل هايل يعني، هو وتامر وعمر وعمار عاملين شغل محترم جدا جدا في البرنامج. انما تيجي تسالني عن فكره المشاكسات، هي مش خناقات، مشاكسات. انا بحب عز جدا على المستوى الشخصي، وبعدين هو طيب جدا جدا يعني، يبقى كسبان طول الوقت عيني، ما اعرفش يفرح، ما اعرفش كذا فبس بعد شكسه يعني، انما مش خناقات ولا حاجه يعني. ايه حكايتك بقى مع كرة القدم وايه الانديه اللي انت اختبرت فيها؟ زي حاجات كتير في حياتي يعني، انا بفضل الله ربنا هو اللي بيوجهني يعني، ففي صدف كتير في حياتي. كان برضو مساله ان انا العب كوره دي كانت صدفه، لان كنت العب في الشارع مع اصحابي. واحد من اصحابي في وقتها قال لي تعالى نروح اختبارات نادي الترسانه، فروحنا. عندي 9 سنين ساعتها، ورحت الاختبارات دي مع بابا. تمام. وبالمناسبه من الاصدقاء الاعزاء جدا جدا، هو فادي فكري ووالده الممثل الجميل مجدي فكري يعني. ببعت له تحيه كبيره، انا ما بنساهوش ابدا الحياه الراجل ده يعني. فروحنا الاختبارات ونجحت في نجحنا في الاختبارات، انا في سن 84 وهو في 83، وكملت شويه اعتقد لحد سن 12 13 سنه مش متذكر. اتمرنت مع كابتن كتير محترمين، اتمرنت مع كابتن حسن حنفي، اتمرنت مع كابتن مدحت انور، اتمرنت مع كابتن صابر. وبعدين وانا مع كابتن مدحت انور لغوا مواليد السنه بتاعتي، فلما لغوها مشيت خلاص، ما فرحت اختبارات نادي الزمالك فنجحت فيها. كان كابتن محمد توفيق هو اللي كان موجود في الاختبارات دي، فنجحت. والمفروض ان انا خلاص يعني هبقى موجود في نادي الزمالك، فانا محتاج ان انا اخد استغنى من نادي الترسانه، لان انا كنت متسجل في اتحاد الكوره ان انا بلعب في الترسانه. فروحت لنادي الترسانه ساعتها بقول لهم يا جماعه يعني عايز الاستغنى بتاعي يعني، هم خلاص لقوا المواليد اسمها سرحوني يعني بالظبط، فسرحوني. فقال لك ان يعني انت جاي لك عرض من الزمالك، قلت لهم لا انا روحت اختبارات الزمالك يعني، فانا نجحت في اختبارات الزمالك يعني، فاكمل يعني. قال لك لا الزمالك يشتريك. قلت له الزمالك مين اللي يشتريه؟ لا مش عارفني يا عم، انت مستعجل، انت بتقول يا جماعه انا نجحت في اختبارات يعني، عيل نجح في الاختبارات، فاهم الفكره عامله ازاي؟ مش نادي الزمالك مش شافه فراح يشتريه مثلا ولا حاجه او عايزه وبتاع. فقالوا لي لا نادي الزمالك يدفع، نادي الزمالك ايه يدفع فيها ايه كوره شراب يعني. فقلت والله العظيم ولا انا هعمل ده ولا انا هعمل ده، وقعدت في البيت. فلقيت الكابتن مدحت بيكلمني، يا ابني انت بتعمل ايه ولا مش؟ قلت له والله يا كابتن حصل كذا كذا كذا. قال لي لا خلاص تعالى هنصعدك معانا وبتاع مش عارف ايه. صعدوني، رجعت قعدت شويه، وبعدين مشي كابتن مدحت، جه كابتن صابر عقدني في عشتي شويه، انا كنت قصير شويه سنتر فيرود، كنت يعني كنت بقى من كباتن الفرقه وكنت هداف الفرقه، جيت معاه بقى ما بقاش يلعبني يعني خالص، بقى يجي يصعد الناس اللي اصغر مننا يلعبهم عليا. فحسيت ان الموضوع كده ده على دخلة الثانويه العامه بقى، على دخلة الحاجات اللي شبه كده. قعدت فتره بلعبش كوره، وبعدين رجعت تاني، كان واحد من الكشافين كان شافني فوداني النادي الاهلي، يمكن انا حكيت القصه دي قبل كده، وداني النادي الاهلي وزور. ما انا كنت لسه اسالك قصه تزوير تاريخ ميلادك. انا مواليد 84، فالكشاف ده عايز يوديني النادي الاهلي، فانا والله ما اعرف وداني. فعرفت ان هو موديني مواليد 86، انا لقيت نفسي بلعب، انا اكبر من اللي بلعب معاه، وانا طول عمري اصغر من اي حد بلعب معاه، فلقيت نفسي اكبر من اللي بلعب معاه. كان الكابتن بدري رجب عمره طبعا ما يفتكر الواقعه دي، نزلت تمرين او تمرينتين يعني، فروحت للحاج قلت له وضع كذا 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 كذا، فيعني قال لي ساعتها ما بني على باطل فهو باطل يعني. فقلت له انت شايف ايه؟ قال لي عشان يعني مفيش حاجه اسمها كده يعني. فطبعا ما رحتش تاني بقى خالص. وبعدين جه الكابتن حسن حنفي، رجع تاني بيمرن في اكتوبر، فجابني معاه قعدت فتره، وبطلت بدري يعني. الكره المصريه خسرت نجم كبير يا جماعه. طيب ده من رحمه ربنا على الناس. كوزاك دلوقتي لسه بتلعب؟ كان زماني والله العظيم. بص عايز اقول لك على حاجه، انا كمان من الناس اللي الصفات الاراديه عندها عاليه، اقسم بالله لما كنا يزحفوني ما كنتش اخرج من الملعب يعني. بس يلا. كنت بقى تشوف نفسك زي مين كده في اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي؟ لا هي مش بشوف نفسي زي مين، بس كان يعني انا مثلا اقول لك مثلي الاعلى كان وقتها واحنا بنلعب، عشان كنت بلعب في نادي الترسانه، كان مثلي الاعلى كابتن علي ماهر، لان هو كان الالفا بتاعنا. كابتن علي ماهر ده احنا بنشوف نادي الترسانه شوف كده يعني جامد جدا، وبعدين راح بعديها نادي الاهلي،
ففي الوقت ده انت عارف انت بتبقى صغير وفي نفس الفرقه فبتشوف النجم بتاعك جوه الفرقه. فطبعا كابتن علي مرن من الناس اللي انا بحبها جدا جدا يعني. طب وكان النجم العالمي كان بالنسبه لك مين؟ لا يعني ما كانش في حد قوي يعني، ما كانش في حد في لسه